أهلا بكم. قبل الإحاطة التي من المقرر أن يقدمها لمجلس الأمن الدولي في منتصف أكتوبر الجاري، سيقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد ستيفيان دي ميستورا بزيارة رسمية للطرف الصحراوي بعد غد الخميس 3 أكتوبر. وبحسب بيان صادر عن تمثيلية جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، فإن الزيارة المذكورة ستشمل لقاءات مع القيادة الصحراوية للتباحث حول سبل إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وكان ستيفيان دي ميستورا قد أجرى في وقت سابق مباحثات مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة بنيويورك على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد فيها الوفد المغربي موقف بلاده التقليدية تجاه حل قضية الصحراء الغربية. وفي سياق متصل، أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية أحمد عطاف قبل قليل من الآن بنيويورك لقاء ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد ستيفيان دي ميستورا. تمحورت المحادثات حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف للمبعوث الأممي بأن الجزائر ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية ترى أنه في نزاع الصحراء الغربية لا يمكن التسوية إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، يؤدي إلى أو تؤدي أي المفاوضات المباشرة إلى حل يمكن شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير الغير قابل للتصرف. فقط في الختام نذكر على أن ستيفيان دي ميستورا أجرى كذلك لقاء مماثلا في نيويورك بوزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق. حييكم وإلى اللقاء.